ده طبعا غير كميه القصف والسب واللعن والشتيمه اللي قالوها لنا وخدوا بعضهم ومشوا. اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده مع حمو والترند. طبعا انتوا عارفين ومتعودين ان حمو اول ما بيلاقي ترند بيتكلم عنه. الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده مصر كلها بتتكلم عنه وقالب السوشيال ميديا في كل حته، وهو السطوه على كرو مسلسل ان حلم الاسمرات. يا سيدي ان كرو المسلسل بيصور المسلسل والدنيا تمام وبيصوروا المشاهد والدنيا حلوه وزي الفل خالص، والمنطقه اللي بيصوروا فيها في 6 اكتوبر تحديدا جنب الطريق اللي بيودي للشيخ زايد و6 اكتوبر. مسلسل حلم الاسمرات اخراج حسني صالح ومن بطوله محمد رياض وصابرين وصلاح عبد الله واحمد عبد العزيز. المخرج حسني صالح صرح وقال اليوم السابع ان احنا كنا قاعدين في امان الله وبنصور، لقينا ناس داخله علينا وبتثبتنا وبياخدوا معدات التصوير. ده طبعا غير كميه القصف والسب واللعن والشتيمه اللي قالوها لنا وخدوا بعضهم ومشوا. فجه المخرج حسني صالح واخد معاه مدير الانتاج الخاص بالمسلسل محمد سعيد واخدوا بعضهم وراحوا يعملوا محضر في قسم شرطه اول اكتوبر، وكتبوا في المحضر كل المسؤوليات وقالوا ان تمنها يصل الى 1,700,000 جنيه. بصراحه بقى الحراميه اليومين دول بقى عندهم مبدا وبيختاروا كويس قوي. وصرح المخرج حسني صالح ان اليوم دوت خسروا 200,000 جنيه، ده غير طبعا المعدات اللي اتسرقت. ولو هنحكي عن المسلسل فالمسلسل بيحكي قصه كفاح امراه مقيمه بحي الاسمرات، وكمان بيحكي عن جهود الدوله في انقاذ سكان العشوائيات. وطبعا احنا وصلنا دلوقتي لنهايه الحلقه. طبعا انا عارف ان في ناس قاعده بتسال وبتقول هو حمو ما بيتكلمش غير على الترند بس؟ اقول لك لا، اتقل بقى كده عشان اللي جاي هتشوفوا حاجه نضيفه. طبعا انت عارف انت هتعمل ايه؟ هتعمل سبسكرايب وكومنت وتعليق عشان انت حبيب قلبي، وادخل على اليوتيوب يمكن تلاقي حاجه تعجبك. هستنى رايكم في الكومنتات.